ولدت سنة 48 وكان عمري حوالي 18-19 سنة، وخدت دبلوم المعهد العالي للموسيقى المسرحية وطلعت من المتقدمين والحمد لله. كده وبس؟ أيوة، خدت دبلوم وقعدت أنتظر جواب الوزارة واستعد للسفر لإيطاليا وأحلم بأوروبا والمعاهد الكبيرة والمسارح الكبيرة ودنيا الفن الواسعة. وقلت يعني لما أرجع من إيطاليا أقدر أشتغل في الفرقة اللي كانت بتشتغل في الأوبرا. وأذكر إن في الفترة دي، فترة التخرج وانتظار البعثة، اشتركت مع فرقة موسيقية من زملائنا في حفلة اتعملت على مسرح معهد الموسيقى العربية. في الحفلة دي يا ترى ما تفتكرش إيه المقطوعة اللي عزفتوها؟ الحقيقة مش فاكر قوي، إنما هي مقطوعة يعني من تأليف الأستاذ أحمد فؤاد حسن. طيب يعني أحمد فؤاد حسن يقدر يفكرك؟ طبعا، من الذكريات اللي بعتز بيها جدا إن عبد الحليم اشترك معانا في العزف على مسرح معهد الموسيقى العربية قبل ما تبقى الفرقة الماسية، أو على الأصح في بدء تكوينها. والحقيقة إن عبد الحليم من يوم وشه كويس. تصور إننا ليلتها نجحنا لدرجة إن الجمهور خلانا نعيد المقطوعة مرتين، رغم إن دي يعني حاجة ما حصلتش قبل كده، أو تقريبا كانت أول مرة تحصل والجمهور يستعيد قطعة موسيقى صامتة مرتين. يعني المفروض إن الحكاية دي كانت تحصل في الجونة بس. وفين في معهد الموسيقى العربية اللي هو حصن الموسيقى الشرقية الحصين، رغم إن المقطوعة اللي كنا بنعزفها وتقريبا أول قطعة ألفتها أنا كان اسمها البوهيمية، وكان طابع التأليف الغربي غالب فيها. افتكرت دلوقتي؟ أيوة، البوهيمية هي بالظبط. طيب نسمع كده جزء من البوهيمية. Thank you.
الفترة اللي بعد كده كنت فاضي، خلصت المعهد ومنتظر البعثة، فسافرت مع كمال الطويل الإسكندرية وقعدنا هناك كام يوم نتنطط من بلاج لبلاج ونتفرج على الفنانين المعروفين. وفي الفترة دي قدرت أقنع كمال إنه ملحن موهوب، ويا ملحن، وأنا غنيت له الألحان اللي كان بيعملها. وبقى كمال لما يسمع ألحانه يقول لي الله، حاجة عجيبة، يظهر فعلا إن أنا ملحن. وبعد كام يوم جات الفلوس خلصت، وعشنا بقى عم شكوك في شكوك، نستلف من البقال من المكوجي، لغاية ما ضاق بينا الحال جدا ومشينا كده على رجلينا أنا وهو، ما احناش عارفين احنا بنعمل ايه. المهم ان كمال واحنا ماشيين راح مؤلف وملحن غنوة على اسكندرية وعلى الفلس اللي احنا فيه. ألفها ولحنها؟ ألفها، ألف كلامها ولحنها. وبعد كده يعني بقت غنوتنا كل ما نروح اسكندرية ونفلس، لانه يعني كان دايما الحاجة دي تحصل. طب انت دلوقتي مفلس؟ انا لا، الحمد لله دلوقتي يعني في اللحظة اللي احنا فيها. في اللحظة اللي احنا فيها ملوش لزوم. طب سمعنا بقى اللحن الفلس. حاضر. هو كان يعني منصب على اسكندرية، فكان بيقول كلامه: اسكندرية صبرك عليا، مضاعت فلوسي، خلصت المهية، ووقعت في ورطة قوية يا اسكندرية. وهو ما قالفش الكلام وبعدين لحنه، هو قال الكلام مع اللحن. فكان كده: يا اسكندرية صبرك عليا، يا اسكندرية صبرك عليا، مضاعت فلوسي، ضيعت الماهية، وقعت في ورطة قوية يا اسكندرية. الله الله. مش عارف اقول يعني بالنسبه لكمال الطويل يعني دلوقتي. دلوقتي يعني اهو، يعني المهم انه يعني الموهبه موجوده فيه اساسا. طبعا. رجعنا لمصر وقعدت انتظر جواب الوزاره علشان البعثه حوالي سنه تمام، واخيرا جالي الجواب بعد غياب، مش بالسفر لإيطاليا، لا. غدا مع عبد الحليم حافظ في قصة حياتي، يقدمها لكم محمد علوان.